هاد العائلات اللي زرناهم وحدة منهم، يعني نحاول يعني باش نشوفوا الوضعية الكارثية اللي هم عايشين فيها ومدى خطورتها. يعني أطفال هاد العائلة، هادم الأطفال، هاوليك الحمام ديالهم، هذا هو الحمام ديالهم، يعني أطفال هادوما التواليت ديالهم هاي ليك، هي تفضل معايا المصور، وهاوليك الحمام ديالهم، يعني هاي ليك التواليت ديالهم. للأسف يعني نقدر نقولوا باللي أطفال كيجوا من المدرسة ولا كيحبوا يدوشوا ولا يدوشوا في الشارع، يعني أطفال بهذا السن يعني صغار ما عندهمش حتى باش يروحوا للمرحاض، ما عندهمش حتى مكان اللي يعني أبسط شيء في المعيشة هو أنك يكون عندك حمام لائق. يعني أبسط حاجة أنه العائلة يكون عندها حمام لائق، هذه العائلة حمام ما عندهمش، يعني وضعية جد كارثية من يعيشوها هذه العائلات، وتستوجب يعني انتشالهم وفي أقرب الآجال. صباح الخير. مساء الخير. مساء الخير، واش راك صافا؟ ايه انا مليح. واسمك؟ فاتح. فاتح، قول لي واش راك دير هنا؟ راني قاعد. قاعد؟ ايه. وين تسكن نتايا؟ ليه تسكن لهيها؟ احكي لي على داركم، كيفاش دايره؟ عندنا واحد الصالون تماك، شغل كتحستاي يدخل المالينا وكتقول لك دوسين يرقدوا تماك، الغرشه وكلش. عندك الغرسه؟ عندكم الغرسه في الدار؟ ايه كتحستاي يدخل الغرشه. وانت علاش راك قاعد هنا؟ علاش ما تريحش في الدار؟ انا حابب نقعد هنايا. تقعد لهنا؟ ايه. هنا تلعب، هنا تريح، كي تجي من المسيد؟ ايه نورمال. نورمال. ما عندكمش وين تلعبوا لهنا؟ عندنا صغير الحجار برك. الحجار برك؟ ايه الحجار ما نقدرش نلعبو. تخليوش تلعبوا هذاك اللي هو شنو واد؟ ايه الواد هذاك. ما تخافوش تطيحوا فيه؟ اه كنت نشتيت عمر بالماء. يفيد عليكم. ايه. قولي انت وشنو هي الحاجة لك حابها؟ وشنو حاجة لك متمنيها؟ انا متمني يعطونا سكنة. وش يكون فيها السكنة هذه؟ احكي لي. تكون يكون فيها الكارلاج وشابة وكنت عشتها من تم هاي متخش فيها الماء. روحوا فتح تورينا ايه. داركم هاي. فتح قولي اما سنة تقرا انت؟ خامسة. سنة خامسة، تما هاد العام طلع السوية ان شاء الله. ايه. واك موجود روحك؟ ايه. وتقدر تريفيزي في الدار نورمال متى؟ نورمال. نورمال. ايه. شحال ديت معدل الفصل الاول؟ 26. 26. ايه. وشك حابك؟ حاب تطلع السوية ان شاء الله. ايه. وين جاية داركم، منا ولا منا؟ هادية. ايه. شكون هو في الدار؟ ماما. ماماك؟ ايه. وباباك وين راهو؟ هاك. هاي نروحو نشوفو بابا. تروح تلعب مع اصحابك؟ راك حاب تروح تلعب مع اصحابك؟ لا دوك نروح نقرا. تروح تقرا. السلام عليكم. لا لا بس الحمد لله. اسمح لنا احنا تلاقينا بابنك. الله يسلمك. احكي لنا على الوضعيه ديالكم. اه. حبيت برك نسقسيك، شحال عندكم انتم ساكنين هنا في هذا الحي؟ عندنا كيما انا عندي واحد 4 سنين. 4 سنين. المنزل تاعك هذا لي على طرف الواد. هذاك تشوف. هاك شوف باتو ديابا من يطلعوا علينا. هذا هو عايشين يعني في الغابه نقدر نقولوا. هاك شوف نستنى وحكم ربي وخلاص. احكي لنا اخويا يعني كيفاش يعني على حياتكم هنا في الشتاء يعني. هاك شوف الغرسه وهاك شوف الماء ما كاش، تريزيتي جايبينها غير من عند الناس ونستناو في رحمه ربي وخلاص. الماء منين تجيبوه؟ غنجيبو منه ومنه من عند الجيران وخلاص، لقطو منه ومنه سير. هذا ما كان نقدر نروحوا للدار. روح تفضلي. في الليل هنايا شوف هادي كامل شغل. هذا ما كاش هو الفوق. شحال عندك دراري؟ ثلاثة. ثلاث ولاد كاع صغار. ايه يعني حتى يعني الواد قلدنا فاتح يفيد عليكم. ايه شوف انا فاتح شوف هذا الواد درها هذه يعني. كانت ما كاش كانت تراب هذه. فاضك شو من هاي الدار من هاي هذه الدار تاع يعني ما السلام عليكم. فاتح هو اللي جابنا. فاتح ايه ما هي بالك
قال لي هذا هو الصالون فاتح لي يسيل من الماء. يسيل من الماء يدخل منه ويهبط كاع من القامل حفروا ذاك النهار وساهم. متى ترقد لهنا؟ تحت هنا نرقد في الصيف. ترقد هنا في الصيف؟ في الصيف اي. احكي لي مدام يعني شحال انتم ساكنين هنا؟ احكي لي على يعني الميزيريه اللي عايشتها لهنا. انا في 4 سنين هكاك كنت كاريه، شحال وانا كاريه 9 سنين ولا قريب، ومن بعد جيت هنا شريت هذا القربي وني قاعده. جاو مورايا وشحال وداو، لا غير جاو مورايا وشحال 5 شهور 6 شهور ماركاهم داو. شحال عندك دراري؟ عندي 3. ثلاثة إيه. كيفاش كيت يعني كيفاش كديري شغلك؟ كيفاش راك تدفي وتريسيتي؟ يا الله خطات نشعلوا النار، ولا ما نكذب على اختي نشعلوا هذاك النار، دخلوا العمر حاشاك واحد البيدون تاع الحديد نشعلوا النار ندخلوها لهنا ونشعلوا هذا الفورنو. تريسيتي كي راه مرحلو شويه ولا غير شويه ما كاش نشعلوا النار، ولا كتشميسه كيخرج برا دراري ولا ما كاش. هذا ماشي دونجي عليكم اي، ولا غير شعلت فيه ذاك النهار النار هدت هاك، ولا غير هدت القرعه واش نديرو؟ والله هاو كاين الحطب هنا نشعلو النار، البرد والماء يسيل منا تيرني تمكسر، يبدي واش نحكي واش نخلي لك، والله غير واش نقول واش نخلي. هما وعدونا قالونا فيها خير وتدو بصح ما بان والو. يعني انا راني متعجبه كي تحكي لي تقول لي نشعل النار، يعني طريقه تاع والله على نكذب على اختيها ولا غنشعلو نار خطات ولادي يجيبو نشعلوها وندخلو الجمر هنا في الليل بعد كي يطفى تبرد الحاله. ماناش يعني في منطقه بعيده عن العاصمه ولا منطقه نائيه، جابده روحها شويه على سونتر فيل تاع قليعه ولا على سونتر فيل تاع شعيبه، الى انه هذه المنطقه ماشي بعيده يعني بزاف، حتى ان الناس يضطروا انه تكون هذه هي التدفئه ديالهم، يعني طريقه يعني خطيره على الاطفال، ولا تدفئه عن طريق الحطب. يعني رانا في اطفال كيما هادو ما صغار عم يعانيو من البرد، يعانيو من في فصل الشتاء بزاف. عائله الطفل فاتح يعني ظروفها المعيشيه جد صعبه، اب بطال لا يعمل، منزل غير لائق للعيش الكريم، وحلم فاتح الوحيد انه تكون عنده منزل كيما قال لي منزل فيه كاغلاج وما يصيلش فيه الماء.